مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما. وهي درس جينا ما أنت سيدا إن شاء الله كوبا لنقاضني وقصة كمدة من أعجب قصص القرآن والسنة قصوين كقرآن كي السنة النبي قصة أروري كوا أقول لا ياب كبدن بيك متح وفيها من الدروس والعبر والعظات ما يستفيد منه المؤمن إيمانا وعملا صالحا وحقصدنا إن شاك الدونة كتيرا الدروس فربضان وحكتيرا عبروين وحكتيرا وانوين قفك مسلم كاي سيدبا ودغا استقل بغا وفرا وككرر صنع ايمان اي عمل صالح ونكسر الى سبحانه وتعالى ودوي قصدني قران كو قره كمان سو ارورين بل قصدني وحاي كو سو ارورتي في القران وفي السنه لبدبا قران كان هو لو شيغي حديث النبي عليه الصلاه والسلام عليك كحسنت وقصة نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام وإن أوران كرنا وإمام الصابرين مرك قصة دي سال إيغو تدك الصبراء إطاعة دي عبادة كو صبراء حمان تك الصبراء لباتو إن كي مسائب تكو لعداء الصبراء قلبي قودو آنو كعرون إلهي آنو وعرون وحشرعي إلهي خلاف سنة آن كو هدل آن سمين مرك مصيبة كو لعدو تتكاسو هرمودي إمام أيهاي نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام قصدي سوحي الله بقبوتشين أطهاي إيا صبر سين قف كستو مسلمة ومصائب ووين يكون عين الدوية دوشي دين توجوه كان صحيحا فمرض وعافي ماذ قبي وروح يا عافي ماذ بو كل راحي سنة يي مركز حنون لو بدله وكان غنيا فافتقر مال قبين بوها حول بدن هايسته فقر يفر من نام بو مرق رحولي كسو يستاقي وكان ذا أهل وولد غير بو حبوها حاسبو لها أولاد بو لها فمات جميع أولاده وبد كيسي أوردن أياد انتهي وحن قد يقف بلا عرورة ومع ذلك صبر صبرا جميلا صبرات قروح بذنب الصبري إلهي كما عبا غدرك وما عرون وحخل دنك ما هذل أرنت الساق وما ينقون إن إلهي سبحانه وتعالى شرعي يسو خلاف بل إنت أبا أرنك لأو صدحاد ونباتاب أوهلسي أرنت أسوء dadki ka agdhawaa oo dhan markuu xoolaha haystay oo quruxda badnaa markuu xanuunsaday faqiir uu noqday bilaa ubad uu noqday dhammaantood ama badankoodi waa ka yaaceen inay la joogaan oo ay rugrogaan oo ay caawiyaan oo adkaysan waayeen maalinba qof baa ka tagaayay falam yabqa macahu ilaa rajulaani wamraatuhu laba nin oo walaalihiiya يا حاسكي سيمو يانا داتكي عيدي كغامي صهرين نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام وحكم إذا أنبياء إلهي سبحانه وتعالى وكما موسي وحيقة إلهي نتا قرآن كواكو الشاقة ربي سبحانه وتعالى وكيري إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان إلى وحى وقدر أنبياء داس ووحيودي إنه محمد عليه الصلاة والسلام كوري إلى النبي قال نوع الشاقي إنه تصالف عنك دكتو نبي الله أيوب لنعك لها ديلا حق النصب كياب ترسينته هو من ذرية نبي الله إبراهيم وحكواب ترسانة يو كسو تشيدي نبي إلهي إمامك موحدين تاها أبو الأنبيانها والنبي الله إبراهيم
إلهي بأحد وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ونبي إبراهيم إلهيك ورميا نبي إبراهيم وحنوهي بين نبول إلهي إسحاق يا يعقوب لبيض وانهانونين نوحنا وانهانونين إلهي إلهي نوحنا وانهانونين هرتي نبي الله نوح نبي إبراهيم وكوري ومن ذريته نبي إبراهيم تفيرتي سوحا كم داية فرعيسي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كلهم من ذرية نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة نبي قال إلهي أيوب قرآن كلامه يلوط بالغشاق ويسكو معنا دو في سورة الأنبياء إلهي سبحانه وتعالى وكشاق وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين نبي أيوب قصدي سي حسبة نبي محمد لغيري وقتي وربي قد واقعي سقو دباتي سم إلهينا وكبر يي حالات دا أدقى وكتشرو إلهو دباتا إتابة تبولي أدي ونكو نحاريستا كون حاريس بدن باتا إلهو دبك يقدو القاد فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر إلى يحرد الدعاء ونكاقبل لباتدي هايستين ونكفين وآتيناه أهله عرورتي سي وايي أيام الصين ومثله معهم ولبو الله الله من الله وإنت مركة ورد وايهيد الله بل قلو فتبين نقدين رحمة من عندنا أرنتا سيوحا يكوها تيكوت من حريس حقيقها تبول إلهي وذكرى للعابدين أرنت سوحي وانا يا عبرة وطاي يا مد وحلقو قاطة وحلقو حصوصتة الدومة إلهي عابدة صالحين تتوصل مركلة إلهي قصة نبي الله أيوب وحكو شيئا في سورة الصاد سقو نبي قال محمد الله الله يا ربي وحيري واذكر عبدنا أيوب إذ نادى رب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واحد حسدا نبي إلهي أدونك إلهي أيوب واختو نواقي سقو إلهي سبحانه وتعالى برياي شيطان با دباتي عذاب تابسي يبولي دباتي كل عضي يدو إلهي وقدره هدنا إلهي سبحانه وتعالى ومطير وآدابتا يكمي تايتاس نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وكري والشر ليس إليك شركة يحمانت إله وأدق اللقومة صوتيرية وقال لقائد بصدى ربي سبحانه وتعالى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب إلى وحد وحان كنري لقت هذا ضعيف كي تاكت الدران للك كل فوق هل كانت كل فتوحة كصوب بحدونا بيو قبو أو أيتاين تكون ما يرطوا العبتنا وهبنا له أهله ومثله معه إلى وحد ونسوع لني وبتكيسي إياك إن لقنا ونقدر رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ولو فيرسو أرين تاسي وشيدة أما سيبتد ومحيكو والرحمة إلهي بك نلط إلا با إلهي وحدوني إنا عبرو إيا وانا أنقو تددك عقلي قاله وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا بول إلهي سبحانه وتعالى وحنكوه قانا إنو يهي أدون إلهي أو صبرا نعم العبد إنه أواب الله أدون كوناك سنع وامدا الله نقشدي سيته بدكين كي سؤادي آدو بدن يهي وأيوبه عليه الصلاة والسلام نبي قال محمد عليه الصلاة والسلام قصدا سي أيوب وكورما إيضا أولي بفافاين انتا قرآن كالغشي كبضا وضط أبو يعلى وريي وكذلك أبو نعيم بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحد أنس بن مالك أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب لبث في بلائه 18 سنة نبي الله أيوب لبا تضع سكر عضي
وحنون له وفقر له وبد كيسي وواهيله إلا الشيغان مفسرينته حنونكو إنانو بدبادين حبين حبنيسة كميدة مركا لغار ريبا قلبيقا ووحكوكا لقرانا يوقرات كيسو كتشوغي يعربكو إلهي سبحانه وتعالى وكحساي وربي وقو عبادي سناي مددو إلي آدو ليريد بوشيغي النبي عليه الصلاة والسلام سداد إيا طبان صلاة امتحانك كتشري ما ها مالين ما ها تطبات ما ها بلو ما ها سند كوبر وسداد إيا طبان سندود فرفضه القريب والبعيد وحا اسكاقت تغيو إني عاويان ديدي وعيدول تشوغان دادك كوي أدواء إيا كوي كفغا إلا رجلين من إخواني لبنن ولا الذي كم دمويان كان يغدوان إليه ويروحان قلبتي نمر بوي من شرين صبحي نمر بوي من شرين سيدا قصة حاجة دمبك قد شرتا حاس كيس يدو كمواني التقنبا مروا البوا دول شوك تيض لكن لبدا نين صبحي نمر بوي من شرين قلبتي نمر بوي من شرين إيه قلفتو دي بعد دالي مركي وقتك آدي آدو نهراضي متكود با مسكح دي آدو قشقين سيوح سويدي أدوان كان إلهي مددا دير نباتدو يا هيستي طلو محو سمي أرنتاني دم بالله ما يدعين بوسيري فقال أحدهم لصاحبي ذات يوم تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنب أحد من العالمين متكود با كيك لو حكويري أيبوح الدنبابي دنبي أحد خلق إلهي كم دارو الدنبابين هذه كلام حاسن لوغو قلعي فقال له صاحب وما ذاك وارنت حقاتك كنت بولي حاسة بين تساتي راضو قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به سداد إيا الطوبان صندوات بانو إلهي ونحري سمولي ولبات تضع يستانو كدو القادم تاسا دليلي قوة دنبي وينو إساقمو يرعد قشانة شرين وقلي فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له قار قلب نما مركا يتقين نبي الله أيوب كي ورك الله شاقي ورك وقرن كرواية وحكي كرواية نبي أيوب وشاقي ودباتك لأ الدون إلهي أصيدا ودباتي سن وهذا نددك أي ليهين وحاسي وحاوصى بيدن بوين أو قلي فقال أيوب لا أدري ما تقولون والله وحاد شيء سنان وحبك موقي دن بيان قلي وان أقهي متشره غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان وحشاك دباتنا إنه الدم بوينو عذبان يقلن إنه قال هذا الكيد الدائم إنه ها أحد عباد الله المعظمين لله العارفين لحقه قفك مسلم كان ويؤبنا أنتها مركا لتهمت بينه إنه الشيء وناق يديس يدو تشددو أي تهي تهمت دا بينتها نسك الدفاع إيو تشددو أنا فان كاهي يستسلمو ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام مركي صدحني أي مادين قريه سي عباده سي ورئيستان مركي الله شاقي فكأنهم تقالوها وحابد مودين عبادي نبيك يرئيستان ويرتها انتن لكن نبيك ويسك قفي لانتها مادام الدنبيكي سيوريا كيسي دنبالا نافي لكن أنك الدنبي هوريا من دنبالنا لما نافينا نقوم في الله مركا وينا نكبض إنه نبي وركو دي مركو مقلي وحيدي واد قرار إنسان وناقي سوشاق إني لا أعلمكم وأخشاكم لله إلهي أنا إذين كو أقارنا أريق أيانا إذين كو الله عبسي بدن وبقى علمي كل إنسان قف إلهي كبقى أريق أيا وصر ريبو النبي عليه الصلاة والسلام كتاس وكلو سمي النبي إلهي أيوب وحيدي وحيدي إلهي أقيا يبول لبننا مرانسان إن سو مري جري فيذكران الله إلهي سبحانه وتعالى سو هذا القاد جرين
وإلهي بس يقو أغيو أما إن إلهي لغو دارتا إيو إلهي بسو هذا القادة جري فارجع إلى بيتي قريا أن كنا قن جري فأكفر عنهما صدقات بان بحن جري أن كفار قد وقد نقايو هذه مقعة إلهي أي بانكو سو هذا القادة ومحاكو كلفاية ساقو مصامين وح كفارك واجبية كراهية أن يذكر الله إلا في حق وحصيدا يكلف يوحن آدو نعيان لبسناي إن إلهي سبحانه وتعالى لقص هذا القادة وحان حق هين وحان رون هين إن إلهي لمر خاطق قشضو أما لقود نارتو إيدو بين لشيق أما الظلم لقص على أرنتا سان لبسناي يبول الدوماها إلهي وإلهي سبحانه وتعالى حق إساءاتك ويقان إنو هابو تلمام وحر النبي وكان يخرج إلى حاجته قبل إساء قرب قال جرته حالك وكسو حاجك قدر يسيدا موقتا مركا مسقلية وحاسمي جرين أيهوك حين جرته فإذا قضى حاجته وأمسكت امرأته بيده حتى يبلغ مركو حاجك قدتو قبل إساء قعنت سوء قبان جرته سوء اللودين جرته إلا إسوء قارسي سوء حالك وشيفي فلما كان ذات يوم أبطأ عليها مركو حاجه قدنا هي سيده قصده كعاد ما يدل استاق جيرين وهذا من الادب ويكهد جيرت كدي مركو حاجه دبيسته وكعايه سو كحين جيرت مال مال ما حكمي ده ايو حبسامايو وديب دعايو سو بكعي وايبا الهي بس سبحانه وتعالى اوحي ودي شو اوحي الى ايوب ان اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب إلهي بقى وحيه إلا والنبي إلهي وكيري لقطة هذا كله فهلكا بيقبو أي كصوب بحضارة كم ما يروعب انت صانو إلهي سبحانه وتعالى سبب وقرد يمرك الدعادي سيلا قيبا دو شفاقي سانتا سو إلهي سبب وقرد فاستبطات وين راكست فتلقته تنظر وقد أقبل عليها halkay ku ogeyd bay eegaysay in dheheeda ku dhacay isagoo soo socda qad adhaba allahu ma bihi min albala iyadoo ilaahay uu ku kaxeeyay wax allaah wax imtixaan haystay wa uu bogsaday oo xoog buu noqday quruxdiisa baa u soo noqotay wa huwa ahsanu ma kan xaaladii uu caafimaadka qabay xaaladu ugu qurux badnaa oo kale ayuu noqday إلا إجرم بويده وأبقى هذا ويده بقى إن طاير وكام قناب وسيدا وجبك صدر سايس وجب الدلع لكن هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى إلهي أودي سيتاس كل عبد إلهي نوا أود أن يبقى تضع الضون كهاي سطع مدة يوم يتكير بينه كقد القاضي ولو نبى تضع النقطة ميد مدة دير الضون كهاي سته gabadhii markay aragtay waxay tiri iyadoo nin kale moodeysa ay barakallahu fika ninkaaga oo ilaaha ku barakeeye hal raayta nabiyallahi hada almubtala halka aad ka timid miyad ku aragtay nabigi ilaahay la imtixaamay hada nin kale moodeysa isagii ba ma haysto wallahi ala dhalika baytir ay ma dhalika iyadoo arinku uu sida aha وننك لا أنه هايستي ما رأيت أنك لا يعني أن أسجين أنا أسجين أنا كوه هايستي أنك لا كوه هايستي ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيح قف أديك كاجا إجمان أرك مركي وعاف ماتك قبل فقال إني أنا هو متك لو ما يهبول ولفتي سبارة والنبي قيل له يا أيوب إلا امتحامي الزوج كاجاها وكان له أندران وحور النبي عليه الصلاة والسلام وحول لها لبا بيدر بولا بيدر كما أندر كوا ماشا راشنك الغوارة أندر للقمح وأندر للشعير مدو كوارة هيدا يمدو كوارة كوارة قبضك وبعث الله سحابتين إلى وحو صادر لبا الضرورات فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض والله بالضرورات بيا كده إيمان من الذهب كده آية من الفضة كده عيسى
ضرورتي با سو سوتاي ماركي اي دول استاغتاي هلكي وقمديغا ديغان جيراي ايا وحي كو افروغتاي ذهب الا ميشاسي اي برقتاي والذهب كسي بيها وكلا اوغا دردري وافرغت الاخرى في اندر الشعير الورقه حتى فاض ضرورتي لبادنا هلكي بوهشي و ديغان جيراي هادا اي فيده كو افروغتي فيده كو داد إلا قد كاسي وبرقضي نبي قال عليه الصلاة والسلام انت سي أيو كشاقي قصة نبي الله أيوب وعرى عدا نبي قوحوري كان نبي الله أيوب يغتسل عريانا نبي الله أيوب يساقو مريحة اسكرد يجيبو مالين ميدان هاي ومركي دنبا إلهي عافي مادية حولهم بدن إلهي وسي فخر عليه جراد من ذهب وحصمدا كغا سو داتاي ايح ذهب كسميسا فجعل يحثوه في ثوبه وحو بلاوى انه ححنتوبيه او مرديس او كغرو الى اي الله عز سبحانه وتعالى قال الله يا ايوب الم اغنيك عن هذا ايوب وكان ميانا كغنيلين الذهب يفضى يحول فربضان سونيغه هره كوسي ما هاد كورورنا ساكن فقال نبي الله أيوب يا ربي لا غنى لي عن فضلك ربي يا فضلك يا نياراتك يا نعمة هذا كما كافتو بكره نبي الله أيوب عليه أفضل الصلاة والتسليم قصدي ساسي ساد أركيسان وحاكم وقتا انت على امتحام كهر أنه كان في نعماء إنه كتيري نعمة آدي آدوين إيا النرال آدي آدوين أكسن وإلهي السقود دري أولاد إيا مال إيا أهل قرابه تاسنا إصابتي ددكو هذي أترال إني إساق كاك دوادان إلهي وحدون سبحانه وتعالى أدون عقاب كيس إلهي حكم أفلاييه إنه امتحامه حوله يردنب إلهي سبحانه وتعالى كسارة أولادي سيردن أيا دمطي وأصيب في جسده حنون هذا الضرر وشركي سيوى دقارين وكل عائل ذاتك مركو نعمة إسناكو سأروري تيرا هذا تيراك جوغي تيرا ودامي وكي يعينو وكتغين وحاكو سواري حاسكي سي وناكي كدحين تيرا نعمة إسلا صومرين يدواني اللامن يا لبنن وكم إذا من كرام يا أصحابي أصحابتي سكوي إركي وناق بضناء أخلاق دي دغن كوناق سن إلهي سبحانه وتعالى وكوار زاغي صاحب كرونتا يا صاحب كإسكا كان كان كاين مركاس وكاليك لبحان الصديق وصديق الشدة صاحب كرونتا waka ku garab istaage aan ka tagin marka dhibaato ay kugu dhacdo laakiin ka marka aad ladan tahayna saaxib ku haya ee ku dhinac socda ee ku garab taagan mar allaala marka dhibaato iyo musiba ay kugu dhacdana noqonaayo mid aan is aqoon oo kale kaasi maaha saaxib wanaagsan maaha labadaan in marka way caawin jireen sida xadiith ka muuqata subaxii galabti ayay u tagi jireen markii dambana sida aynu xadiidka ka akhriinay waa ka mid kood yiri Nabiyullaahi Ayyub dambi weyn buu galay waxan sabab ugu noqday Nabiyullaahi Ayyub alayhi salaatu wasalaam arinta noocaasi qalbigiisa taabata horta waa isbariyeelay Ilaahay sidoo weynan jira xaqiisa uu ilaalin jirayna waa sheegay waxa kala arintaasi ay ku kaliftay markii hore sida muuqata wuxuu go'aansaday dhibaatadaas inuu ku sabro as-sabr al-kamil waya sabr ka noocaas sabr ka aanu qofku dawana raadsan hatta aanu dhibaatada ka duceysan dhibaatadaasi lafteeda u adkaysto u sabro si u gaaro darajaatu sabirin kuwa sabr ka dhameystiran sabra darajooyinka ay gaaraan لكن هذا الكنوع عاسي قلبي قيس آد بقول راديي
إلهي وجهه سبحانه وتعالى حقيس أفقى وقرى إلهي كمبرين بل توجه إلى الله بقلبه ولسانه إلهي سبحانه وتعالى قلبي يعرب كلمه وكبري إلهي وحوي ديستير دباته داسك دلقاده إلهي سبحانه وتعالى وحوي توصلي نبي الله أيوب لواربط الأمر الأول شدة حاجتي إلهي وأضن إيا باهي شكت لبعطة الضران إيا هاي ستا إيا دو إلهي وأوغي وإلهي عدك وأوغي آني تشيرين أيوه هدنا الشاقي سوغو إلهي وقود توصلي حيابا إلهي اللي وقود توصلي وحاكم دا الحال أما شدة الحاجة والحال حالات دا أدقى قفكو كتيرا سيدو لنبي الله موسى ربي لما أنزلت إلي من خير فقير إلهي وحي آد خير إيا وراق إيا كانتو آدي آد بان وقود باهانها يو فقير عن واح وحكلو إلهي سبحانه وتعالى وقود توصلي إلهي نكوى ماني صفات كيس ولي وصفة الرحمة وهل كان مناسبة الدون كان لبعطاء ذاك مركا يا عيسطو وأنت أرحم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين والدعاء قلبي كسو قوضي واستجمعت آداب الدعاء آداب الدعاء دون يكترتو ويكون كل انسان طاي إلهي بقى سبحانه وتعالى سآيات كائن وآخرين نيكو طالة دعادي كأجيبة فاستجبنا له بول إلهي سبحانه وتعالى لبا تدب إلهي سبحانه وتعالى كدو القاضي ولبا وقت يرى كوبا سينو حديث كالنبي عليه الصلاة والسلام كوانا وح إلهي عجز قليا وإلهي أكروا يعني متشرا وعلى كل شيء قدير نبي الله أيوب عليه أفضل الصلاة والتسليم إلهي سبحانه وتعالى وحا كشافيي دعاء داس إلهي وبريي تاسنا وحي موجيسي أن الدعاء أعظم سبب للشفاء وأبلغ دواء يستخدمه الإنسان المريض دعاء دي برية إلهي لبريا وسببت أقوين إلهي الدوميس كشافية وأنا الدواء أقور هذين أب أقو حاشا دار أو استعمال قف حنوصنا يا أبوك ولما الدعاء دا قفك إساقو الدعايستو تاسا كحال دار كان فضل بضان تددك كلا يدعي إلهي ما يريد في القرآن الكريم أمن يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء قفك مركو لباتي سيهي دعادي سوحي آد وقلنا ودها إنه إلهي سبحانه وتعالى كاقبله يستجيب الله دعاه وآد ياد وقلنا ويهي قفك لهذا النبي الله أيوب إلهي سبحانه وتعالى دعادي كاقبله وحكره إلهي سبحانه وتعالى وشفاقي ساصاب موقتا وقال لغي بيها قبو إلهي ولكم ما يدوى عب بيهنا والدوين كأقيمها بدن بيكمدين قارهان بيها السمدة كسو الدقاء يقول كأنجل بيها حريدة وقرآن كإيا بيها طهور كإيا السمدة كسو الدقاء إيا مالبك صدح ذابة إلهي سبحانه وتعالى وحو الشيقين إيه الشفاء صحابة قاركود رضوان الله عليه مركا حنوصان صدح ياسم يسكو درسان كيرين مركا سأل شافي كيرو إلهي سبحانه وتعالى حنونك وكدو القادة كيرين واحد كيرين نذر وكل نذرين نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام مركي وحنوصان إيه سيدا موقتا مالين وحاس كيسا كعراضي وحو كل نذرين حاس كيسا وبقل كيضال وكل نفطه مركي إلهي وشافيي حاسكي سوا قف وناكسن وضدكي كولادم مركي كتغين يدو عن كدل دقاقل امرو البكو قرب كرتي وعاونيسي نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام وصدا انو دريمي كرنو وارين عدك قفكي صدا كو أها انو تشادليا ويرادو مركي وبكسدي حوكي سيا وديسي قروحي سوصان نقطة ويرادو صار ديكا بقول شادل من كوكو فرياي فرج لباد بو إلهي سبحانه وتعالى أفرى وارن كاسو إلهي كخفيفي سنع عليسك كوهي
ربي سبحانه وتعالى وحو أمري هل كي بقول جيدل وحاسكي سكونه فالله إنو قاتو لان فرار بدل له وقيت كتمير تلقى تشري يتنا هل مرو كوة بسي حاسكي دابا يتنا او نقضو من نذر كيسي او فيو حق إلهي قدي حاسكي سي وناق بضنايد سيدا وصو صبرتين آن لباطين وآن حنوچين قصة النبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام مرك الله صاكو بي الله صاكو روريو انت قرآن كي يصنوا اي كشيغن وإنهاس